شاب البلد رايح كتير. والله انا مش شايف اي ايجابيه خالص في الثوره عامه. من ساعه الثوره مفترض ان البلد يبقى حالها افضل من كده يعني. بس انا مش شايف اي ايجابيه خالص، بالعكس يعني زدنا سلبيات اكتر واكتر واكتر. بالنسبه للبطاله، بالنسبه للشغل، بالنسبه للشباب. انا دلوقتي راجل خريج هندسه. لحد دلوقتي انا خريج هندسه لسه مخلص جيش بقالي 3 شهرين اهو. ما اشتغلتش لحد دلوقتي، انا طبعا على شغل. اشتغلت فرقة مقاولات يعني بيستغلوني انا لسه خريج بدون مبلغ قليل. المفترض ان انا دلوقتي الاقي يعني الاقي مكانه في البلد دي ان انا اعيش فيها مستريح. لحد دلوقتي انا مش رايق كده. الله يجعلها سلامة بل بالعكس الدم كتر، الدم دلوقتي في البلد كتر. الله ينجيك يعني الواحد ما كانش يتخيل ابدا ان في مسلم ومسلم يعملوا كده مع بعض ابدا. فانا مش بصراحه من ساعه الثوره مش شايف اي ايجابيه خالص، بالعكس احنا عمالين ننزل 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 ننزل. طيب وحضرتك يعني رؤيتك ايه طيب للمستقبل؟ يعني ايه اللي انت طالبه من الحكومه او ايه اللي انت طالبه من الرئيس الجديد؟ والله انا شايف يعني نحط مبادئ وقوانين كدستور نمشي عليها. يعني انا شايف كده، شايف ان احنا يعني الناس تصبر وتستنى يعني تستنى على بعض. انا مش شايف ان ده بيعض وده بيعض بتاع عشان خاطر السلطه. انت حضرتك بتتكلم على المطالب الفئويه ولا الصراع السياسي اللي بيتكلم؟ انا بتكلم على الصراع السياسي، مش مطالب فئويه خالص دلوقتي. ما ينفعش احنا نطالب بمطالب فئويه خالص دلوقتي. احنا لو طلبنا مطالب فئويه دلوقتي ما مش مجاله دلوقتي، مش مجال خالص دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نظبط حل البلد كسياسي يعني. عملنا نص ثوره من الثوره، زحنا الديكتاتور، لكن بقيت كل اليات الفساد قائمه كما هي حتى الان. كل علاقات الافراز دي، المشاكل الاجتماعيه اللي بنعيشها قائمه حتى الان. احتقار المجتمع يعني ما فيش حد موقعه ضايع. حرامي حرامي، فقير فقير، فاسد فاسد، والمواطن زي ما تشوف في الشارع هو ماشي لا حول ولا قوه الا بالله. الزحمه دي ما فيش مرور في البلد خالص، البلد بايظه، كل الطرق بايظه. صلاح سالم ما علاهوش حد، كوبري 6 اكتوبر ما علاهوش مرور، والبلد من ساعه الثوره دي ما فيش امن خالص. في الناس مش في الصحه، ما فيش اي تحسن، لا في بيع ولا في شراء بضاعه ولا كان الحاله كل مليها في الناس مش في الطالع. يعني احنا بنقول يعني كل سنه نعشم نفسنا ان الفتره اللي جايه تبقى افضل، لكن للعكس احنا بنعشم نفسنا، بندي ايحاء، بيدينا باور ان احنا ايه نبقى امل يعني. لكن لا، الحياه الاقتصاديه في الناس مأثره على حاله البيع والشراء. شايف اداء حكومه الببلاوي؟ لا. كيف تقيم اداء حكومه الببلاوي؟ بص اقيم حكومه الببلاوي في الفتره اللي هي مسكتها بالفشل. هما طبعا اي حد بيتكلم يقول لك ان هي حكومه فاشله ولا كده، بيقول لك لا ده اخواني، ده معارض، ده لا. بس انا لو هنحط بقى على ترابيزه العمل ونبص على الواقع، مفيش اللي انجزته حكومه الببلاوي الفتره اللي هي مصر رايحه لفين؟ رايحه لفين؟ رايحه للاحسن ولا للاسوء؟ هتروح لاحسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب وشايف اداء الحكومه ازاي؟ هل الحكومه شايفه شغلها باذن الله؟ شافت شغلها عن بكتير عن الاول بكتير. يعني شايفه شغلها بكتير عن الاول. طب وايه اللي انت تطلبه منها؟ اللي انت تطلبه من الحكومه دلوقتي؟ تامن لنا بس حياتنا وعيشتنا وخلاص. يعني انت المشكله معاك في الامن ولا في العمل؟ في العمل وفي العيشه وفي المعيشه وفي كل حاجه. بس طيب و انت مع تطبيق السيسي ولو معاه تطلب منه ايه؟ مع السيسي باذن الله معاه. طيب تطلب منه ايه؟ اوفر لنا العمل، ويوفر لنا كل حاجه، ويوفر لنا المعيشه، ويوفر لنا كل حاجه.